ومشاهدينا الكرام، معنا لمزيد من التحليل وإلقاء الضوء السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. سيادة السفير، يعني السلام، التنمية، الإبداع هي محاور رئيسية لمنتدى شباب العالم. ما وصفك وعنوانك الخاص لهذه النسخة بعد غياب عامين؟ الواقع يعني مخاطبة الشباب في حد ذاته أمر مهم جدا جدا، وهو النهارده دي مشكلة المشاكل بالنسبة لكل الدول. الشباب ليه مطالب كثيرة جدا، خاصة بعد الانفتاح الإلكتروني على العالم أصبح لدي مشاكل طموح ومشاكل آمال ومشاكل يعني يرجو أن يسعد في حياة أفضل من اللي هو فيها. فبالتالي بالنسبة للدول النامية أصبحت مشكلة كبيرة جدا موضوع الانفتاح الإلكتروني على آراء الدول ومعرفة التقدم اللي موجود في الدول الأوروبية أو الدول الأمريكية، أصبح مشكلة كبيرة جدا. فالحقيقة يعني السلام يعاني والتنمية تعاني والآمال تعصر بالشباب. فالحقيقة معالجة هذه المشاكل أمر مهم جدا، أرجو أن يكون المؤتمر يساهم فيها. طيب سيادة السفير، نحن بصدد جمهورية جديدة بمفاهيم جديدة بأسلوب حياة جديد راقي مختلف، وبالتالي الإنسان فيه هو البطل. خدمة الإنسانية وخدمة الإنسان وأن يعيش بحياة كريمة هي بطل أو هو بطل المشهد في هذه المرحلة. أسألك عن هذه الصورة وهذا المشهد الذي يقدمه لنا المنتدى بأفكاره وبشبابه وبطرحه المختلف وبأسلوب معالجته للقضايا الكونية التي يطرحها، وبالتالي إلى أي مدى هو يتماس مع هذه الأفكار الجديدة في الجمهورية الجديدة ويسوق لها عالميا؟ الواقع من نتابع التقدم اللي بتحرزه مصر الآن على صعد مختلفة، يعني صعيد السياسة أو الاقتصاد أو الشباب أو المرأة أو الطفل، كلها يعني أشياء متقدمة جدا تحدث نوع من أنواع الحياة الكريمة لكل هؤلاء. يعني في تقدم من يتابع يجد أن المرأة أحرزت نجاح كبير جدا بفضل القيادة السياسية، بالنسبة لتقدم البنية التحتية، بالنسبة لتقدم العمراني، بالنسبة للمسائل الخاصة بالصحة، المسائل الخاصة بحقوق الإنسان، التطور الجديد في السجون، مراكز التأهيل والإصلاح، حقوق الإنسان بوجه عام، كل هذه الأمور من يتابع يجد أن هناك تطبيقا لبعض الأمال وبعض الأماني التي يرجوها الشباب. فالحقيقة الجمهورية كده تقدم نموذج يمكن أن يصلح لنماذج لبلاد أخرى نامية توجد عندها مثل هذه المشاكل. نعم، ذكرت فكرة حقوق الإنسان، وبالأمس كان هناك جلسة محاكاة لمجلس حقوق الإنسان، وكان هناك الكثير من الرسائل المباشرة والمبطنة لطبعا معالجة مصر لهذه الفكرة ومعالجة الدولة المصرية الشاملة لحقوق الإنسان، وهي ليست فكرة تقتصر فقط على حرية الرأي والتعبير، ولكن ينصهر فيها أشياء كثيرة متعلقة بحياة كريمة للمواطن، توفير مسكن ملائم، توفير صحة جيدة، توفير غذاء مناسب، يعني تنصهر فيها منظومة كاملة لتقديم حياة كريمة ولتقديم حق للإنسان بشكل فاعل وبشكل حقيقي. كيف رأيت هذه الجلسة الخاصة بحقوق الإنسان وما ورد فيها؟ والله الحقيقة يعني إن حقوق الإنسان تشمل حياته، يعني الحق في الحياة، الحق ده حق أصيل، ثم أنا أيضا الحق في التعليم والحق في السكن والحق في الصحة والحق في أن يعيش حياة لها معنى.
هذا الامر اليوم النهارده بيتم معالجته، ولكن طبعا بنرى مشاكل كثيره نظرا لم تحل منذ عهود قديمه. وبالتالي فان النموذج الذي تقدمه حياه كريمه، النموذج الذي تقدمه مصر بالنسبه للتكافل والكرامه، بالنسبه لمشروع حياه كريمه، مشروع البنيه التحتيه، مشروع التعليم الجديد، مشروع الصحه وصحه المراه، ومشروع 100 مليون صحه، والى كلها مشروعات في حد ذاتها ذات قيمه عاليه جدا. التطبيق مهم جدا، ويعني ممكن يكون نموذج لحياه جديده يحياها المواطن في الدوله الناميه، تشد من أزره وتجعله يقبل هذه الحياة بعد صعوبات ضخمة تهون عليه مثل هذه الصعوبات. المسألة مسألة ليست بسيطة، ولكن فيها مجهود كبير وفيها تضحيات جسيمة أيضا. وبالتالي فإن هذه مباشرة حقوق المواطن في مثل هذه ليست الحقوق قاصرة على الحقوق السياسية. يفهم كثير من الناس أن الحقوق معناها حقوق السياسية، ولكن الحقوق الأخرى التي ذكرتها، حق في الحياة والتعليم والصحة و هذه أمور لا بد أن ينظر إليها أنها حقوق للمواطن، والسعي بها والسعي عليها ومباشرة أمور معينة لكي يرى المواطن أن هناك تقدم في حياته ودنيا جديدة يعيشها أفضل من التي كان فيها. هذا أمر صعب جدا الحقيقة، واحتاج لجهود كبيرة. تقدم مصر نموذجا للتحرك من القديم إلى الحديث إلى الأمل إلى الأمان. نعم سيادة السفير، اليوم في جلسة افتتاحية لليوم الثالث في المنتدى كانت بعنوان جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر، وتم الحديث فيها عن ضرورة مواجهة هذا الملف لتحقيق التنمية، وليس فقط تنمية ولكن تنمية مستدامة. والفقر بكل صور وأشكاله يدخل المجتمعات في متاهة، هكذا يعني تمت الإشارة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. جلسة أخرى بعنوان المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات. هنا أرى أن كل الموضوعات متداخلة ومتضافرة في منظومة فيها ديناميكية في الطرح بشكل رائع في الحقيقة. فإلى أي مدى أنت يعني قرأت هذه المضامين وهذه الموضوعات في العنوان العريض الكبير الفقر وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات، وما الخلاصات المستنتجة من خلال متابعتك لهذه الجلسات؟ الحقيقة كما تذكري بالضبط، الحقيقة في مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للموضوع ما بعد الصراع. الصراع أصلا كان بسبب وجود تدخل أجنبي في بلاد كثيرة، وأيضا بسبب الحروب الأهلية. الحروب الأهلية ناتجة عن عدم حصول المواطن على حقوقه تعتبر حقوق طبيعية. حق في الحياة غير مكفول، حق في التعليم غير مكفول، حق في الصحة غير مكفول إلى آخره. فبالتالي هذه الحقوق طالما ما لم يحدث أن حصل عليها المواطن بيأمل في الحصول عليها بطريق غير قانوني، وبالتالي تقوم الحروب الأهلية ولا تقف الحروب الأهلية. الحروب الأهلية تقضي على موارد الدولة وعلى مقاطعات الدولة، وبالتالي فإن هذا أيضا أمر مهم جدا. الناس المسؤولة عن الحروب التي الأجنبي الذي تدخل في مكان ما وأحدث حربا إلا وفقا للقانون الدولي عليه أن يقدم تعويضات عما حدث. هذه أمور كلها صعبة وتدرس، ومن الجميل جدا انها تطرح في منتدى الشباب، لان الشباب هو المستقبل، هو الذي يستطيع ان يجعل من هذه المشاكل يضع لها قوانين لكي تحل. لا تريد دوله ان تدفع تعويض عن الاستعمار، لا تريد دوله ان تدفع تعويض عن الدمار الذي قامت به ضد دوله اخرى. كل هذه الامور امور جديده،
تبحث في المؤتمر وتوجد تساعد على إيجاد قوانين تحارب مثل هذه المواقف، بحيث يحصل الشعب وتحصل الدول على حقوقها المغتصبة. اغتصبت بماذا؟ بالحرب، اغتصبت بوجود مثلا مثل داعش، مثل القاعدة، مثل هذه المنظمات الإرهابية، نشأت بسبب واستغلت الفقر واستغلت الجهل واستغلت قلة الموارد في بعض البلاد لكي تدعو الشباب إلى أن ينضموا إليها ليقوموا بإرهاب بالقتل وسفك الدماء. وهذا أمر كله محرم في الأديان ومحرم في التقاليد ومحرم في الأعراف، كلها موضوعات مهمة جدا أن تثار ويتحدث فيها منتدى الشباب، أنه من الأمل في وضع قواعد قانونية تلزم من أثاروا هذه الفتن في هذه الدول أن يعوضوا من أصابه مضرر عن هذا الدمار الذي حدث. نعم. إلى أي مدى الموضوعات المطروحة في المنتدى غطت المشتركات الدولية، الهم الدولي المشترك الذي جاء شباب العالم به لمناقشته في هذه يعني هذه الجلسات وهذا المشهد وأروقة منتدى شباب العالم، إلى أي مدى أنت ترى يعني فكرة تغطية المشتركات الدولية في المنتدى؟ أنا تابعت بعض الجلسات الحقيقة، منها فعلا اللي تناول موضوعات مهمة وأثار نقاط مهمة، كما ذكرت ستدعو المشاهدين في كل الدول من متابعة هذه الموضوعات التي أثيرت والقضايا التي أثيرت لكي تصبح لها قواعد قانونية حاكمة تؤدي إلى يعني القضاء على المشاكل، مشاكل الفقر والبطالة والتنمية الموجودة في البلاد العالم الثالث الحقيقة. يعني أتصور أن هذه يعني جلسات كانت مهمة ومهمة جدا للمستقبل. سيادة السفير، كيف ينظر العالم لنا من خلال يعني مشاهداتك ومتابعاتك؟ بالتأكيد يعني أنت على احتكاك دائم بمنظمات دولية وبقادة من مختلف طبعا أنحاء العالم. مصر في هذه المرحلة، مصر التنمية المستدامة، مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية، استراتيجية مصر 2030، مصر الإنجازات وما يحدث بها من القاهرة العاصمة وحتى المحافظات المختلفة، حياة كريمة وكما ذكرت تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات وغيرها من حالة الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، كيف ينظر العالم لنا الآن في هذه المرحلة؟ والله من الواضح في العالم يعني موجود نقطة أولى، وجود عدد من المسؤولين في دول كبيرة، يعني كان موجود من أمريكا جون كيري، وموجود ولي عهد الأردن، وموجود الرئيس أبو مازن، ويعني في رؤساء ومسؤولين من دول كثيرة جدا أتوا إلى هذا المؤتمر اهتماما به، لأن المؤتمر يتحدث عن الشباب وآمال الشباب وآلام الشباب وما يعملون فيه للغد والمعاناة التي يعانونها اليوم. كل العالم يهتم بهذا، فالحقيقة الشباب كان يعالج هذه القضايا، وبالتالي فإن صداها موجود وبعض الدول فيها صحف صدرت تتحدث عن هذا المنتدى وتتحدث عن مشاكل الشباب، ويعني لأول مرة توجد منصة تتبناها الأمم المتحدة بشأن الشباب، فهذا أمر مهم جدا. فموجود على هذا المدى في الأمم المتحدة وفي الدول المختلفة منصة حوارية دولية على أرض مصرية. سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك الكريمة معنا.